عملتها ازاي السنه اللي فاتت؟ الناس كلها كانت مستصعبه الامور، وبالذات الدوري، الدوري كان بعيد كان 7 سنين بقاله فتره. قدرنا السنه اللي قبلها ناخد بس الكاس وكان بصعوبه بشق الانفس. عملتها ازاي السنه اللي فاتت؟ والله طبعا هو فضل وتوفيق من عند ربنا الحمد لله يعني، ومفيش حاجه بتيجي كده هباء او صدفه يعني. انت يعني انا كنت قبل ما امسك الزمالك كنت في الامارات 4 سنين ورا بعض، لكن طبعا كنت متابع لكل ماتشات الزمالك والاهلي، فانا عارف ايه اللي ممكن اعمله مع الاهلي لو انا مسكت. واما فعلا توليت المسؤوليه يعني بدات اشتغل ان انا ازاي اكسب الاهلي. وانت احنا عندنا الحمد لله نادي الزمالك بيضم افضل لعيبه في مصر يعني، عندك عناصر ممتازه جدا. كانت اول صفقه طبعا وكانت اهم صفقه اللي هو كانت محمد مصطفى لعبه السنه اللي فاتت كنا جبناه للزمالك انا والكابتن حسن حصري. لعيب مميز، لعيب مهم جدا جدا. وبعد كده بقى اشتغلنا ان احنا ندعم الفرقه بالاثنين المحترفين، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق البطوله يعني. خلي بالك لعبه مرزق في اكتر من مباراه فاصله في اكتر من نهائي، يبقى هو صاحب النقطه الاخيره. بص هو ده كان اتفاق بيني وبين لعبه، وهو لعيب جميل جدا ولعيب راجل وعنده انكار للذات مش طبيعيه يعني بصراحه. فهو كان راضي يعني. انا كنت مقسم اللعيبه كلها، كل واحد كان له دور يعني. انا قلت انا من نوعيه المدربين، حتى ما كنت بتكلم مع اللعيبه انا ما بحبش اللي هو ست لعيبه بس. مفيش فرقه هتنجح بست لعيبه، لازم يبقى عندك البنج اقوى كمان، مش عايز اقول اقوى من اللي جوه او زي. انا اقول لهم مفيش حاجه اسمها عندي احتياطي وعندي اسمها اساسي، في صف اول وصف تاني. ف لما جينا اشتغلنا السنة اللي فاتت مع الفرقة اتكلمت معاهم في الكلام دوت، ان احنا كل واحد فيه كل دور يعني. حتى اشرف ابو الحسن نجم الزمالك واكبر لاعب في مصر تقريبا كان السنة اللي فاتت، يمكن كان عنده 47 سنة ما شاء الله. الناس كلها اتكلمت عليه والناس كلها قالت يعني ما شاء الله اشرف رجع 20 سنة ورا صغير يعني. بس ليه انت ازاي تعرف تاخد كل اللي انت عايزه من اللعيبه وتطلع كل اللي انت عايزه يعني؟ اشرف انا في وقت من الاوقات اللعيبه المحترفه الاثنين لوسفاني وجواو في المباريات النهائيه كانوا بيطالبوني ان انا ابدا الماتشات باشرف والحسن، لان طبعا هو كان بينزل في وسط المباراه كان بيقلب الماتش والكلام ده كله. فانا فهمتهم، هم قالوا لي كابتن اشرف واشرف، فانا قلت لهم اشرف والحسن ليه دور، هو سنا مش هيقدر ان هو يشيل الماتش كله، فانا لو نزلته وبدات بيه الماتش كله مش هلاقيه بعد كده. احنا عندنا لسه دوري طويل وعندنا كاس مصر، فانا بستغله في اوقات بقى. طبعا احمد فتحي كان هايل طبعا، عمل موسم كويس جدا، لكن انت لازم كل لعيب يبقى ليه بديل في وقت اللعيب يعني بيهنج زي ما احنا بنقول، او بتقف شويه معاه فبينزل طبيعي جدا الضغط وبتاع، فبينزل واحد تاني فريش من بره بتعليمات يعمل ايه، بيبقى هو بره شايف المباراه من بره فبينزل يعمل الدور اللي عليه. فالحمد لله كان دي من ضمن الحاجات اللي الفرقه كلنا كنا متعاونين في دوت. ما حدش بيقول لك انا اللي العب، لا احنا وصلنا الحمد لله ان احنا عايزين نكسب مش عايزين يلعب يعني، مش مهم مين يلعب. صحيح. المهم ان احنا نكسب كلنا، كان هو ده هدفنا الحمد لله. هو دي التوليفه بقى، هو دي الروح. خلي بالك كابتن، اللي المدير الفني يقدر يعمل ده فبيقدر ياخد البطوله، حتى لو اللي قدامه فرقه اقوى مدعمه بشكل طبعا اكبر، صرف فلوس اكتر، فبيقدر بالمحبة بالروح بالعزيمة كله على قلب رجل واحد انه يخلقها في قلب اللعيبة، ده انجاز. وبتبقى موهبة كبيرة جدا في المدير الفني انه يقدر يخلق ده بين اللعيبة. بص يا زمد، انا امبارح كان ميديا الزمالك كان عاملين برضك معايا لقاء بتاع 3 ساعات امبارح، وكنت مستمتع جدا لان جماهير كتيرة دخلت عاشقه لنادي الزمالك، لكن كانوا حتى بيسالوا اسئله ان هم يعني بيحبوا الكوره اكتر، في فكانوا بيسالوا في قوانين وبتاع، والحمد لله كان الموضوع مثمر. يعني اتكلمت في حته ان احنا الميزه اللي احنا وصلنا لها السنه اللي فاتت ان كان في الحمد لله بين الجهاز الفني واللعيبه تواصل يعني بالعين، يعني اللعيب كان بيبقى عارف انت عاوز ايه من قبل ما تروح تقول له. فدي كانت من عوامل النجاح ان انت وصلت. اللعيب المصري عامه في اي لعبه، احنا كشعب مصري العاطفه يعني غير اللعيب الاجنبي، فان انت ازاي توصل للعاطفه للعيب ان انت تخليه يؤدي كل اللي عنده عشان خاطر هو بيحبك وبيحب الفرقه، هتلاقي نتيجه تانيه جدا مختلفه. وده حصل كمان يمكن حتى مع يوسفاني يعني يوسفاني اللي هو مش ابن الزمالك ولا ميلاد الزمالك، الحمد لله انا تربطني بيوسفاني علاقه قويه جدا. وكان بيلعب وكان وقت في اوقات الناس كلها كانت شايفاه كان ظهره كان مصاب،
ومش عاوز يطلع ده دي بقى حب يعني، مش لعيب محترف هيبقى بيخاف على نفسه بيحافظ عشان فلوس وعشان الموسم الجاي، فاهم؟ فمش هيكمل. وهي نقله بالنسبه له، خلي بالك نقله هو جماهيريه، هو شاف ان طبعًا حب جمهور نادي الزمالك ليه على السوشيال ميديا كمان. هو كان متابع جدا جدا. أيوه. هو وجواو. فانا عايز اقول لك بس ان هي يعني هي الميزه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، الحب اللي حصل والتجانس بين الجهاز الفني واللعيبه، وبقينا كلنا ايد واحده. هو ده وانقار الذات، هو ده اللي الحمد لله اللي صنع ان انت تاخد بطوله، صنع لعيبه رجاله. ويمكن النهارده السنه دي برضك نفس الكلام، يمكن ظهر الناس كلها انت باقل امكانيات. الاهلي عنده 2 محترفين، انت ما عندكش محترفين غير هو طبعا المحترف اللي موجود حاليا وما بيشاركش بصفه اساسيه، فانت كانك بتلعب من غير محترفين. ومع ذلك قدروا بالحب والتعاون وانقار الذات ان هم يعملوا المعجزه بتاعت الدوري، وان شاء الله النهارده ربنا يكرمهم في مباراه الكاس يعني.